هلا بكواليس مسلسل عازفة الكمان. شنو؟ عازفة الكمان؟ مش هيك؟ انت مو متأكد يعني من انا بتغض حالي غلبطت او شيء. المسلسل اسمه عازف الكمان. مش عازفة الكمان. لا، طالما انا موجود عازف، هو عازفة الكمان. بس لاني انا الحين حاضر فقلبنا عملنا عازف. هو شو له علاقه بالعزف والكمان وهيك؟ والله بس هيك العنوان. يعني شو رايك يعني؟ يعني بذمتك يعني، يعني احنا مسمين كذي يعني شنو عازفة الكمان؟ يطلع شنو يعني يعزف طبل مثلا؟ اكيد يا علي انه لا مبين انه هو لا مش مبين هذا، لانك انت عمل يعني كثير عميق وكثير قوي. وله هو عميق بالفعل. شوف كيف طلعني بعمق له له هيك قصة قوية. فكرمال هيك أنا قلت يمكن العنوان مستوحى من قصة أو من اسم أو من رواية. لا حبيبي، هاي قصتنا مو مستوحى. أنت من عازف الكمان؟ أنا لا، أنا جارهم. طيب أنت خبرنا عن العمل بمقابلة سابقة. بس نحن حدثنا كيف الأجواء هلأ. كيف يعني الأجواء؟ كيف مثل ما أنت شايف إحنا يعني موجودين مع نخبة من الفنانين العرب. احنا نتشرف طبعا تدري كإماراتيين وكفنانين إماراتيين، احنا نتشرف ان احنا نشارك زملائنا، خاصة لما يكونوا نخبة جايين من سوريا ومن لبنان مشاركين في هذا العمل. وايضا النص يعني مكتوب بشكل، هذا اللي خلاني انا يعني اتشجع، لانه تعرف انا حظ لمسلسل لي انا كمنتج، ف يعني لازم أكون بعيد عن أي شيء يبعدني عن ذاك العمل. لكن أي طبعا وجود طبعا أنه هو بان عربي، وأيضا النص مكتوب بشكل كثير جيد، خاصة أنه هو في قالب بوليسي. شو شخصيتك؟ شخصيتي رجل أمن إماراتي متقاعد، وأيضا فاتح مكتب محاماة، وأيضا هو انفولف في العمل لأنه من خلال يعني كأسرة أيضا يعني داخلين طرف في الأحداث. هذا مكتبك؟ هذا بيكون هذا إيه، هذا مكتبي مع مكتب المحاماة، وإحنا فعلا مخدي مكتب محاماة يعني إيه حقيقي. هذا في أبوظبي، مكتب محاماة حقيقي في أبوظبي، وإن شاء الله راح تشوفون العمل. العمل شو هيك يعني؟ ما نقدر نتكلم عن قصة العمل، أنت عارف يعني. الملخص قلت لك أنا رجل أمن إماراتي، ويعني داخل في الأحداث، أحلل الشخصيات. أحلل الشخصيات مثل ما أنت عارف. أنا أكثر واحد حللت شخصيتك، أنت عارف هذا الموضوع. شخصيتي لإلك. إي ما ولا لا؟ لا قول لا. هلا بنجي بنشوف. يلا بنشوف الحين. شوف بس نحن بنشوف. أنت لو تشوفه كيف عم يطلع فيي، أنت عارف إنه هذا بيحلل عظامي مو. معنا اليوم كمان ثابت بالعمل، مش بالعمل، هو برات العمل بس زيارة للعمل. أيوة ما شاء الله. محلل الشخصيات. رامي بن زياب، حياك الله. الله يحييك. أنا قلت له يعني هيك أنه محبة يعني أو شيء، كان حلل شخصية الدكتور حبيب غلوم. ما شاء الله شخصيته يعني مليئة بالألغاز والأسرار والقصص، يعني تاريخ. كيف بدك تختصر هيك؟ يستخدم في شخصية دبلوماسية في التعامل مع الآخرين، شخصية اجتماعية يقدر يوصل اللي يبغيه بسهولة بطريقته بأسلوبه، عنده نظرة لكل شخصية يوصل بطريقة، يعني ما يستخدم وسيلة واحدة أو طريقة واحدة في التعامل مع الأشخاص، عنده عدة طرق. بالذات ويا هذا هذا يحتاج يعني معاملة خاصة. عنده يمكن يستخدم الغموض مع الآخرين لكن الوضوح مع الذات، يعني هو يحاول يستخدم أسلوب الغموض، يعني ما يعطي صورة واضحة للآخرين لكن هو واضح جدا مع نفسه. عنده هدف. كل اللي عم بيقوله أنا يعني أنت عارفه، أنت متأكد منه إنه عم حسه صحيح. محلله أنت مش محلله، بس عم بقعد يعني عم بيحكي هو عم فكر، أنا عم بلاقي كلامه صحيح. يعني عندك عنده شخصية بصرية، يعتمد على البصر في كل أعماله أو أغلبية أعماله، ما يركز على السمع كثير أو حتى الإحساس، لا أشوف الشيء بعدين أسمع وأحس في الشيء، لازم أشوفه بأم عيني. شخصية قيادية لكن قائد مرن، يعني يقدر يقود الآخرين لكن مو بالصرامة أو بالحدة، لا بمرونة،
يقدر يعرف كيف يشدهم ويكون قاعد عليهم. عنده أهداف واضحة. في شيء في حياته مواجه صعوبة إنه يوصل لها، بغض النظر كان في الجانب العملي أو الأسري أو الشخصي، قاعد يجتهد إنه يوصل لكن مواجه صعوبة. شو أسباب الشيء هذا؟ الله أعلم. عنده مشكلة جسدية مثل عليه بشكل كبير، أو ممكن موجودة في ذاكرته وبين فترة وفترة متأثر فيها، فيمكن في مرحلة الحين إنه يتخلص من هذا الشيء، بس موجود يعني، ممكن شيء مزمن أو ممكن بس مأثر عليك يعني في حياتك بشكل عام. جسدية ولا نفسية؟ لا جسدية. يعني جسدية ما أعتقد في شيء يعني. مثل أنا قلبي عورني من يوم ما توفت أمي من 7 شهور يعني يمكن هذا القلب تعور، لكن الحمد لله الأمور طيبة. يعني أنا حافظ على نفسي كثير، ويعني أكثر ما تتصور يعني. لكن أكيد يعني فقد الأم أكيد لها كثير طبعاً. هذا الله يرحمها يا رب، بعد هذه المرحلة كانت كثير فعلاً أثرت كثير بمنشوراتك وبقصصك اللي كتبته. شو بعد؟ قبل ما يقول هالموضوع يمكن أنا لاحظت عليه أثناء لقاءاته، كان فعلا ممكن مبين. أنا ما كنت أعرف أنه وفاة والدته، لكن كان أثناء لقاءاته مبين أصلا بنظرة عيني، يعني الخبراء أو الناس المختصين يبين يعرف الشخص. الحزن كان ظاهر على الشخص يعني، إن كان بالعين شفت علي ولا أكثر شيء يحزنك أكثر. تقدر الصداقات عندك، الشخص الصديق صديق يعني، تقدر ما عندك كثير أصدقاء. لا هو عنده معارف كثير لكن صداقات محدودة، يعني يعرف ناس كثير لكن صداقاته جدا محدودة، يعني مو بأي حد يسمح له يدخل في دائرة الدائرة الخاصة يعني. هذا مهم ترى، مو تدخل أي أحد في في حياتك يعني. أنا ما شفت حياتي الشخصية، لكن جدا مرتب جدا منظم، لكن إذا يبحث عن شيء وما حصل عادي يعفس الدنيا. أيوة. يعني عادي يقلب المكان. حللني لإلي. أحللك أنت؟ ما بلاش. ما بلاش يا علي، ما بلاش. جنبيب العين يا علي. أنا في الفيلم الجاي حنجيب العيد يا علي. حبيبي دكتور، وشكرا كثير رامي. على شكرا يا رامي يعني دكتور، عن جد غني عن التعريف حبيبي، ما شاء الله عنه رمز وعلم يعني. سلمك حبيبي، الله يوفقك. مشكورين، تسلم حبيبي.